عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارة رسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال ميتن غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال ماتين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، والتي استمرت لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا. وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها. وعلى صعيد الزيارة، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد يشار جولر وزير الدفاع التركي، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فيما أشاد وزير الدفاع التركي بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري التركي، مثمناً الدور المصري المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية. كما قام بجولة تفقدية شملت عددا من الشركات، منها شركة بايكار، وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية. نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوز بالقوات المسلحة. نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة، بحضور اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيلي من القوات المسلحة، ووزارة الصحة، وعدد من الخبراء الأجانب. وألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى دور المركز في خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين، مؤكدا على أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة في علوم الطب الطبيعي والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري في ذلك المجال. فيما أشار اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبي المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم. وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات، فضلاً على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة. ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية باستخدام تقنيات وإجراءات مختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التي لا تستجيب لل